الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، وباعث الناس من قبورهم وهم رميم، عزه لا يرام وملكه لا يضام، تجلت أسماؤه وتعالت صفاته، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، وكل الأمور تجري تحت مشيئته وقهره وسلطانه، سبحانه تجلى في علاه، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الهادي إلى دين قويم والداعي إلى صراط مستقيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، تمر الأيام وتمضي الشهور وتنقضي، وها نحن على مشارف شهر رمضان المبارك، شهر الصبر والطاعة والتزود والعروج بالنفس والروح إلى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هل ودنا هلال رمضان بشر به أصحابه فقال: يا أيها الناس، قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم فيه صيامة، تتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. فهذا شهر عظيم مبارك اصطفاه الله عز وجل من بين الشهور، وأنزل فيه القرآن العظيم. روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رمضان قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة ومنة جليلة لا تقدر بثمن. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر العظيم، وكان من دعائهم كما يقول يحيى ابن أبي كثير: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان، أي يا رب بلغنا رمضان، وسلم لنا رمضان، أي يا رب من علينا بإتمامه، وأكرمنا بأن نقوم بحقه، وتسلمه منا متقبلا، أي تقبل منا الأعمال والطاعات والقربات في هذا الشهر العظيم المبارك. وروي أيضا عن السلف كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر حتى يبلغهم رمضان، فإذا جاءت الليلة الأولى من رمضان دعوا الله عز وجل 6 أشهر حتى يتقبله منهم. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أخي السالك إلى الله أن بلوغ وإدراك شهر رمضان منة وعطية عظيمة من الله عز وجل، ودليل ذلك حديث الثلاثة الذين استشهد منهم 2 وبقي منهم 1، فمات هذا الواحد على فراشه فرؤية سابقا لهما في المنام، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أليس صلى كذا وكذا وأدرك رمضان فصامه؟ والذي نفس محمد بيده، إن بينه وبينهما كما بين السماوات والأرض، أو كما بين السماء والأرض. فلا تضيع رمضان، لا تضيع رمضان، لا تضيعوا رمضان، واعملوا فيه وشمروا، ها هي أبواب الجنة تتفتح
وها هي أبواب النار تغلق، وها هي الشياطين أعداء الناس تصفد وتغل، ها هي الطريق مفتوحة إلى الجنة. فشمر، سلعة الله غالية، سلعة الله ليست رخيصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله هي الجنة. الجنة لا تقدر ولا توصف، فلا بد لك يا عبد الله حتى تنزل تلك المنازل أن تتعب في هذه الدنيا. فالدنيا هي دار العمل، دار التعب، دار النصب، دار السير إلى الله عز وجل، حتى تلقى الله غدا بزاد قويم، تلقى الله عز وجل بتجارة يرضى من خلالها عنك المولى عز وجل. رمضان له فضائل عظيمة. من هذه الفضائل أولا شهر الأجر الجزيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. من أراد أن يسكن غرف الجنة هو وأولاده، من أراد أن يسكن قصور الجنة هو وأولاده، لابد أن يتعب، لابد أن يتوقف على حدود الله، لابد أن يجد، لابد أن يعمل في هذه الدار. ومن هذه الأعمال التي ترضي الله عز وجل أن تصوم رمضان، أن تؤدي رمضان، أن تقوم بحق رمضان. رمضان الذي يرمض الذنوب، فهو شهر المغفرة، شهر العتق من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي. في الحقيقة حتى الصيام هو لابن آدم. الله غني عن أعمال وأفعال وتصرفات وأقوال بني آدم، ولكن لما قال المولى عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال ذلك تشريفا للصيام، وإعلاء لقدر الصيام. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، أي وقاية من النار. الصيام وقاية من النار. الصيام جنة. الصيام جنة. فإذا كان صيام يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومن فضائل هذا الشهر العظيم أنه مكفر للسيئات، وماح للذنوب والخطايا. ما منا من أحد إلا وقارف معصية وأتى بلية ووقع في شيء من المحظورات.